جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كما أوردت تقول شيخ صالح: لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، هكذا ورد في الحديث شيخ صالح؟ نعم هكذا ورد في الحديث. ما شرحه لو تكرمتم؟ شرحه الوعد بدخول الجنة لمن قرأ هذه الآية الكريمة وهذه السور بعدها بنية صالحة، وأنه إذا مات على ذلك، على هذه النية وعلى هذا العمل، فإنه مرجو له دخول الجنة. نعم. قوله إلا أن يموت، لأن الجنة من أمور الآخرة ولا يحصل دخولها إلا بعد الموت، لأنها من أمور الآخرة. نعم. وأمور الآخرة تبدأ بما بعد الموت. طيب. نعم. طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.